وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فأذكركم أن تخلصوا النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين وبنية الاعتكاف في هذا المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، ومعنى قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم فوقية القهر دون المكان والجهة، لأن المكان والجهة مستحيلان على الله تبارك وتعالى. فمثل هذا النص الذي فيه من فوقهم معناه فوقية القهر. ومعنى قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا ليس مجيء الحركة والانتقال والزوال وإفراغ مكان وملء آخر بالنسبة إلى الله، ومن اعتقد ذلك يكفر، لأن هذا من صفات المخلوقين، المجيء الذي يكون بالحركة والانتقال من مكان إلى آخر وإفراغ مكان وشغل مكان آخر، كل هذا من صفات المخلوقين، فلا يجوز على الله تبارك وتعالى. ثم كلمة على ليس دائما في لغة العرب تأتي لمعنى العلو المكاني. إذا قلنا الله تعالى قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون ليس معناه أن المؤمنين فوق رب العالمين بالمكان، لا، إنما معناه هذا له معنى يصلح استعماله في مثل هذا الموضع، ليس على معنى المكان، ليس على معنى الجهة. كذلك حتى في حق البشر يستعمل على معنى فوقية القهر، فوقية الغلبة، إذا جاء لفظ على أو إذا جاء لفظ فوق. قال الله تعالى وإنا فوقهم قاهرون، هذا عن الذين استعلوا على بعض المؤمنين، وإنا فوقهم قالوا، هل يعنون بذلك أنهم يكونون من حيث المكان فوقهم، أم يريدون أننا علونا عليهم من حيث أننا نريد أن نحكمهم أن نسيطر عليهم؟ هذا المعنى، يعني حتى في الاستعمال المعروف في البشر يستعمل لفظ فوق ويستعمل لفظ على لغير علو المكان، لغير فوقية المكان. ففي حق الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يقال إن كلمة فوق تعني المكان، أو إن كلمة على تعني المكان. الرحمن على العرش استوى ليس معناه أنه على العرش بالمكان بالجهة، لا، إنما معناه أن الله تبارك وتعالى قاهره، قاهر العرش، خلقه وهو مسيطر عليه. فالله تعالى خلق الحركة والسكون. الحركة قلت فيما سبق معناها انتقال الجرم من مكان إلى آخر، هذا معنى الحركة، انتقال الجرم يعني الحجم من مكان إلى آخر، يعني يكون في يشغل حيزا من الفراغ في ناحية فينتقل هذا الجرم، هذا الشيء الذي له حجم له كمية من هذا المكان يفرغه ثم يشغل مكانا آخر، فإذا جرم وشغل حيزا من الفراغ، هذا الذي يحصل فيه الحركة. الله خالق الأجرام إن كانت قليلة وإن كانت واسعة كبيرة، فلا يجوز أن يكون مثلها، هذه الأجرام لها مكان تشغله، حيز من الفراغ تشغله، الله الذي خلقها لا يجوز أن يكون مثلها بوجه من الوجوه. أما السكون فمعناه ثبوت الجرم في مكان، إذا ثبت الجرم في مكان يقال عنه هذا الجرم ساكن. السماوات ساكنات، الأرض ساكنة، النجوم متحركة دائما تتحرك، بعضها حركتها سريعة بعضها حركتها بطيئة، القمر له حركة، الشمس لها حركة، والشمس تجري لمستقر لها، هذه أجرام، هذه مخلوقات، السماوات مخلوقة والأرض مخلوقة، الإنسان بعض الأحيان يتحرك بعض الأحيان يسكن يثبت في مكان، الإنسان مخلوق، الله الذي خلق هذه الأجرام وجعل بعضها ساكنات دائما وبعضها متحركات دائما وبعضها تتحرك أحيانا تسكن أحيانا، لا يجوز أن يكون مثلها، فهو لا يوصف بأنه متحرك ولا بأنه
ساكن ولا بأنه متحرك أحيانا وساكن أحيانا، لأن هذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. فالله تعالى خلق الحركة والسكون وكل ما كان من صفات الحوادث، فلا يوصف الله تعالى بالحركة ولا بالسكون. والمعني بقوله وجاء ربك جاء أمر ربك، أي أثر من آثار قدرته. وقد ثبت عن الإمام أحمد أنه قال في قوله تعالى وجاء ربك جاءت قدرته، قلنا معناه ظهرت آثار قدرة الله تبارك وتعالى، هكذا فسر هذه الآية. وجاء ربك قال جاءت قدرته، أي تظهر آثار قدرة الله، تظهر أهوال عظيمة هي آثار من آثار قدرة الله تبارك وتعالى. فهنا التفسير الذي فسره الإمام أحمد على تقدير حذف المضاف، وجاء ربك جاءت قدرته، أي قدرة ربك، أي قدرة ربك، أي ظهرت آثار قدرة ربك التي هي هذه الأهوال العظيمة التي تظهر في يوم القيامة. وهذا موجود مستعمل في اللغة العربية وموجود في نصوص القرآن الكريم الذي هو يكون التقدير فيه حذف المضاف. قال الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، وأشربوا في قلوبهم العجل، في أحد يشرب في قلبه حقيقة العجل، يعني أشربوا في قلوبهم حب العجل، على تقدير حذف المضاف أشربوا حب العجل، العجل هنا يكون مضافا إليه والحب يكون المضاف. فهذا موجود مستعمل في اللغة العربية وفي نصوص القرآن وفي نصوص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال جاءت قدرته، رواه البيهقي في مناقب أحمد وقد مر ذكره. تفسير معية الله المذكورة في القرآن، ومعنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، الإحاطة بالعلم، لا يجوز حمله على الظاهر، لأن حمله على الظاهر يؤدي إلى الفساد، وقلنا ما أدى إلى الفساد فهو فساد، ما أدى إلى الفساد يكون فسادا. سيد قطب الذي هو زعيم حزب الإخوان والعياذ بالله يقول في هذه الآية وهو معكم أينما كنتم، يقول ليست على الكناية والمجاز. ماذا بقي إذا قال ليست على الكناية والمجاز؟ قال بل على الحقيقة، أو إن لم تكن كناية ومجاز وماذا تكون؟ تكون حقيقة. قال صرح، قال بل على الحقيقة. ما معنى على الحقيقة؟ معناه أن الله بذاته مع كل إنسان والعياذ بالله أينما كان، وهذا محال عقلي، وهذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. فسيد قطب صرح بهذه العقيدة الفاسدة في كتابه المسمى في ظلال القرآن في تفسير سورة الحديد، يقول هذه الكلمة ليست على الكناية والمجاز بل على الحقيقة، يقول فالله مع كل أحد في كل زمان ومكان، تصريح بتجسيم الله والعياذ بالله. لما يقول على الحقيقة معناه أن الله تعالى يشغل حيزا من الفراغ أينما كان الإنسان يكون معه والعياذ بالله. هذه عقيدة فاسدة، من اعتقدها يكون مكذبا للآية ليس كمثله شيء، جعل لله أمثالا لا تعد ولا تحصى والعياذ بالله. ومعنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، الإحاطة بالعلم. وتأتي المعية أيضا بمعنى النصرة والكلاءة، يعني تأتي المعية لمعنى معية العلم وتأتي لمعنى النصرة والكلاءة، كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، أي الله تبارك وتعالى يحفظ المتقين وينصر المتقين. المتقون من حيث المعنى محفوظون منصورون، وإن كان من حيث الظاهر أحيانا يتغلب الكفار على المتقين على الصالحين على المؤمنين، لكن من حيث المعنى المؤمنون المتقون دائما منصورون، المؤمنون المتقون دائما منصورون معنا
وإن غلبوا ظاهرا وإن أوذوا ظاهرا. أليس أحيانا يقتل المؤمن، يضرب، يظلم، يؤكل ماله؟ أليس اليهود قتلوا عددا من الأنبياء؟ لكن عند الله من المنصور؟ الأنبياء. الكفار ليسوا منصورين عند الله تبارك وتعالى، لا قيمة لهم الكفار. فلا يقال مثلا في غزوة أحد خسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقال هذا، لأن الرسول ما خسر، الرسول أطاع الله تعالى، والذين أطاعوا الرسول أطاعوا الله. فلا يقال الذين مع الرسول أطاعوا الرسول خسروا، لا يقال خسروا، لأن خسروا معناه ما استفادوا. الرسول استفاد عليه الصلاة والسلام، أليس ذهب طاعة لله؟ أليس الذين أطاعوه أطاعوا الله؟ الذي يطيع الرسول يكون أطاع الله تبارك وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من أطاع الرسول فقد أطاع الله. فالذين كانوا مع الرسول أطاعوه، لا يقال عن هؤلاء خسروا، ولا يقال عن الرسول خسر صلى الله عليه وسلم. يقال إن غلب الكفار المسلمين في المعركة غلبوهم في المعركة، لا يقال خسر المسلمون. المسلمون دائما في طاعتهم لله تبارك وتعالى هم مستفيدون، هم مستفيدون. فانتبهوا لهذا اللفظ، لا يقال خسر الرسول بعض المعارك أو بعض الغزوات، لا، الرسول دائما رابح، الرسول دائما مستفيد صلى الله عليه وسلم. والمؤمن التقي رابح، مهما أصيب في الدنيا، مهما نزل به من البلاء هو رابح. الله تبارك وتعالى من رحمته بالمؤمنين المتقين أحيانا ينزل عليهم البلاء حتى ترتفع درجاتهم عندهم، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وإلا لماذا كان البلاء شديدا على النبيين وعلى الصالحين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه. كلما كان في دينه صلبا متمسكا بالدين كلما كان بلاؤه أشد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن عباد الله يشدد عليهم، معناه الصالحون الله يبتليهم كثيرا. فإذا واحد سألك لماذا وهم أحبابه؟ لترتفع درجتهم أكثر عند الله. أما إن كان من العصاة، من المسلمين العصاة الذين أراد الله بهم خيرا في مآلهم في نهاية أحوالهم، فيبتلى هذا المؤمن العاصي الذي أراد الله له خيرا حتى تكفر عنه خطاياه، حتى يلقى الله تعالى، يعني حتى يموت وليس عليه معصية. لكن هذا في المؤمن الذي يصبر، يعني إذا نزل به البلاء لا يقع في معصية الله بسبب البلاء. من عصى الله بسبب البلاء فاته الأجر الذي يحصله بسبب هذا البلاء. وكم وكم من الناس يعصي بسبب البلاء، يعني إذا نزل عليه بلاء فقال في نفسه نزل علي بلاء لا أصلي لأنه نزل علي بلاء، يعني عصى الله بسبب البلاء، راح عليه الثواب، فاته الأجر الذي يحصله. نزل عليه بلاء فبسبب هذا البلاء صار يمشي بالغيبة، قال لأنني ابتليت بهذا أغتاب هذا الذي فعل معي كذا وكذا، ليس لتحذير الناس من شره من فساده، إنما يقول كما يقول بعض العوام. طيب بدي فيش خلقي، هكذا يقول بعض العوام إذا نهي أحدهم عن معصية الغيبة في مثل هذا الموضع، بيقول طيب ظلمني آذاني بدي فيش خلقي. ما معنى قوله بدي فيش خلقي؟ يعني أغتابه حتى أنتقم منه بهذه الغيبة، ليس للتحذير منه وليس لزجره عن المعصية التي يفعلها. يعني عصى الله بسبب إيش؟ بسبب البلاء، راح عليه الثواب، خسر في الدنيا. الآن في الدنيا أليس تأذى من هذا البلاء الذي نزل عليه؟ أصابه هذا الأذى من هذا، ثم فوت على نفسه الثواب بسبب تركه الصبر الواجب. الصبر الواجب، يوجد صبر واجب. إذا واحد ابتلاه الله تعالى
لا يجوز له أن يعصي ربه بسبب هذا البلاء. إن ترك الصبر الواجب هنا راح عليه الثواب، فاته الأجر. إذا واحد أوذي من قبل شخص، هل يجوز له أن يرد الأذى بزيادة؟ بزيادة، يعني يقول هو آذاني مثلا، سبني. بعض الناس إذا سبوا وكان بهم قوة، ماذا يفعل بالذي سبه؟ يضربه. هل يجوز الرد على السب بالضرب؟ لا يجوز في الشرع. فماذا يكون حصل؟ خسر، راح عليه الأجر الثواب الذي ناله بسبب نزول بلاء السب عليه بلا حق، لكونه عصى الله بسبب نزول هذا البلاء. المؤمن الذي يحسن التفكير والتدبير يفكر، عندما نزل عليه هذا البلاء لا يتسرع، يقول نزل بلاء، الله تعالى ابتلاني بهذا، أصبر على ما نزل بي من البلاء، يكون من الفائزين. الذي يصبر على البلاء هذا يكون من الفائزين. أما الذي لا يصبر يعصي ربه فوت على نفسه، والذي يزيد عن مجرد المعصية العادية يعني بحيث يعترض على الله، هذا صار من الكافرين، خسر الدنيا والآخرة. ليس فقط ذهب عليه ثواب البلاء الذي ينزل على المسلم، إذا نزل البلاء على المسلم ينال ثوابا، ليس فقط فاته هذا الثواب، بل راح عليه كل ثواب عمل عمله قبل ذلك، لأنه كفر لما كان مسلما وكان يعمل الحسنات، بكفره ذهبت كل الحسنات. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وماذا يقول الجاهل؟ بدي فش خلق والعياذ بالله، فيسب الله أو يسب النبي أو يقول يا ربي لما فعلت بي هذا، ليش عم تسوي فيه هيك، نحن شو عاملين لك. بعض الناس هكذا يقولون نحن بحياتنا ما أذينا أحدا، لما أنت تفعل بنا هذا، الله غني عنكم، الله غني عن العالمين، لا يضره أحد، من اعترض عليه هو خسر، هو كفر. أما الله لا أحد يضر الله شيئا، سبحانه وتعالى غني عن العالمين. فخسارة، وأي خسارة، هذا الذي يعترض على الله كفر، هلك. فانتبهوا في التعبير، إذا كنا نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أصابه جروح في إحدى الغزوات، أنه خالف بعض الذين كانوا معه ما أمرهم به صلى الله عليه وسلم، فنزل بهم بلاء، صار قتل، صار جراحات، حتى الرسول أصيب عليه الصلاة والسلام. لا نقول خسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ولا نقول خسر الصحابة الذين أطاعوا رسول الله، لا. المؤمنون المتقون فائزون، منصورون معنى دائما، منصورون معنى دائما. الله تعالى وعد المؤمنين المتقين بالنصر، وعدهم بالنصر، فهم من حيث المعنى دائما منصورون. الله تعالى قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي الله تعالى وعد بذلك وتفضل عليهم بذلك وتكرم عليهم بذلك. ليس معنى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان واجبا علينا أن ننصر المؤمنين، لا، الله لا يجب عليه شيء. إذا واحد أتاك بهذه الآية وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الله وعد المؤمنين بالنصر، يعني من حيث المعنى هم منصورون. حتى إذا واحد قال لك هاي اليهود أخذوا فلسطين، وين وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ الجواب المؤمنون المتقون دائما منصورون معنا، ليس معناه لا يصيبهم ضرر، لا يصيبهم جراحة، لا يقتل أحدهم. كيف إذا قتل عدد من النبيين؟ سيدنا يحيى أليس قطع رأسه عليه الصلاة والسلام؟ وهو نبي الله، حبيب الله، كريم على الله، ليس هينا على الله، لكنه من حيث المعنى من المنصور؟ سيدنا يحيى، ليس الذي قتل يحيى عليه السلام. من قتل نبيا كفر، من ضرب نبيا كفر، من سب نبيا كفر، وكيف الذي يقتله؟ هذا كافر. إذا توجه لقتل النبي يكفر، فكيف إذا فعل قام بذلك بالفعل يكفر.
أما النبي فهو منصور عند الله. فإذا واحد قال لك في معارك المسلمون هزموا فيها تغلب عليهم الكفار، ماذا تقول له؟ المسلمون الذين ذهبوا لقتال الكفار لله تعالى ثم قتلوا أو غلبهم الكفار، يعني ظاهرا غلبهم الكفار انتصروا عليهم ظاهرا، المؤمنون هم الرابحون في المعنى، المؤمنون هم الرابحون في المعنى. فالله، انتبهوا لهذا، الله لا يجب عليه شيء. الذي يقول الله يجب عليه شيء هذا كافر. المعتزلة قبحهم الله يقولون يجب على الله فعل الأصلح للعبد، كفار هؤلاء. الله لا يجب عليه شيء، الله خلقنا وهو مالكنا حقيقة، هو مالكنا وهو يتصرف بنا كما يشاء، وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نحن يسألنا الله تبارك وتعالى، أما هو لا يتوجه إليه أمر من أحد ولا نهي من أحد، ليس عليه محكومية لأحد. كذلك قول الله تعالى كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، اسمعوا ماذا يقول أهل السنة والجماعة، قالوا أصل كتب أوجب، ولكن لا يجوز الإجراء على ظاهره. يعني إذا واحد قال هذا على ظاهره يكون وصف الله بما يوصف به المخلوق، إذ لا يجب على الله شيء للعبد، إذ لا يجب على الله شيء للعبد، أما العبد يجب عليه أن يطيع ربه. فالمراد به كتب على نفسه الرحمة، المراد به أنه وعد ذلك وعدا مؤكدا وهو منجزه لا محالة. وذكر النفس، يعني ذكر الله تعالى هنا النفس، كتب على نفسه الرحمة للاختصاص ورفع الوسائط، لأن الذي يرحم المؤمنين الله سبحانه وتعالى هو الذي يسمى غافر الذنب وهو أرحم الراحمين. فالله سبحانه وتعالى لما نقول كتب على نفسه الرحمة ليس معناه أنه يجب عليه ذلك، لا، وعد بذلك، وعد بذلك، كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الظلم لا يجوز على الله، مستحيل على الله شرعا وعقلا. الظلم يتصور من المخلوق، يتصور من المخلوق، معناه مستحيل على الله الظلم. فالذي يقول الله ظالم كافر، في ناس بيقولوا الله ظالم كفار هؤلاء، في ناس بيقولوا والعياذ بالله يقولون لشخص الله يظلمك، هذا كفر والعياذ بالله، من وصف الله بالظلم كفر. وما ربك بظلام للعبيد. الظلم مثل ماذا الظلم؟ الظلم إذا واحد أكل مال مسلم بغير حق يقال ظلمه. الله مالك كل شيء، الله مالك كل شيء، فيتصرف في ما يملك كما يشاء سبحانه وتعالى. أما العبد، العبد إذا تصرف بملك أخيه المسلم غير حق لا وجه حق له في ذلك يكون ظلمه، ويقال الظلم وضع الشيء في غير محله، هذا لا يتصور من الله تبارك وتعالى. السفه فعل ما لا حكمة فيه مستحيل على الله، فعل شيء عبثا مستحيل على الله. يعني لا يقال، انتبهوا يا أحبابنا، لا يقال الله خلق فلانا كمالة عدد، معنى كلامه أنه بلا عازي، يعني بدون حكمة بدون فائدة، لا يقال هذا. ما خلق الله شيئا عبثا، فضها الجملة، ما خلق الله شيئا عبثا، ما خلقه الله لحكمة. إن أنت اطلعت علمت هذه الحكمة تقول الحمد لله علمت هذه الحكمة، إن لم تعلم ليس لك أن تقول والعياذ بالله خلق الله كذا بلا حكمة بلا فائدة. من قال هذا صار كافرا. لا يقال حتى النجاسات، حتى الخنزير، حتى الخمر، الكفار، كل ما خلق الله خلقه لحكمة، لا يقال هذا الشيء خلقه الله بلا حكمة. ما خلق الله شيئا عبثا. فإذا واحد قال الله خلق هذا كمالة عدد، تعرفون ما معنى كمالة عدد؟ أنه ما له عازي، يعني الله خلقه هيك بلا فائدة، هذا معناه.
فهذا كفر والعياذ بالله. وكم وكم من العوام من يقول مثل هذه العبارات، يسمع من بعضهم يقول الله ظلمني، يسمع من بعضهم يقول الله ظالم والعياذ بالله، يسمع من بعضهم يقول الله خلق هذا ما في منه فايدة، أليس بعض الناس يقولون بيعطي الحلق للي ما قاله دينين، وبيعطي الحلق الحلاوة للي ما قاله دراس، على زعمهم معنى كلامهم أن الله أعطاه بلا حكمة بلا فائدة، هذا معنى كلامهم. لا يقال الله يعطي الحلق لمن ليس له آذان، يعطي من يشاء ما شاء ويمنع ما يشاء عمن شاء لا يعترض عليه، يرزق من يشاء ومن شاء أحرما. الله تعالى يعطي من شاء ما شاء ويمنع ما شاء عمن شاء سبحانه وتعالى ولا يعترض عليه، ومن اعترض عليه كفر هلك صار من الكافرين. وليس المعني بها الحلول والاتصال، يعني في هذه الآية إن الله مع الذين اتقوا، أي الله ناصرهم حافظهم وناصرهم، لأن الشخص إذا صار من الأتقياء الصالحين الله تعالى يحفظه من أن يغرق في المعاصي، يحفظه من أن يقع في الكفر، إذا صار من عباد الله الصالحين من الأولياء يحفظ من أن يغرق في المعاصي، الشيطان لا يستطيع أن يتسلط عليه فيغرقه في معصية الله، لا يستطيع أن يتسلط عليه حتى يوقعه في الكفر، فهذا حفظ من الله لهذا العبد المتقي الصالح الولي، الله حفظه بأنه لا يمكن الشيطان من أن يتسلط عليه بحيث يغرقه في المعاصي أو بحيث يوقعه في الكفر والعياذ بالله. وليس المعني بها الحلول والاتصال، ويكفر من يعتقد ذلك، لأنه سبحانه وتعالى منزه عن الاتصال والانفصال بالمسافة. الاتصال والانفصال بالمسافة إنما يكون بين المخلوقات بين الأجرام، نحن نقول المؤمنون وهم في الجنة والله موجود بلا جهة ولا مكان يرون الله تعالى الذي ليس كمثله شيء، لا يقال يرونه متصلين به ولا منفصلين عنه، هذا الاتصال والانفصال يكون بين المخلوقات، الاتصال والانفصال هذا يكون بين المخلوقات، فلا يقال إنه متصل بالعالم، يعني لا يقال الله متصل بشيء من الخلق ولا منفصل عنه بالمسافة، لأن هذه الأمور من صفات الحجم، والحجم هو الذي يقبل الأمرين، والله جل وعلا ليس بحادث. فإذا إذا واحد قال لك الله متصل بالعالم أو منفصل عن العالم، تقول له هذا الوصف إنما يذكر في المخلوق، نقول هذا الإنسان منفصل عن هذه الآلة، عن هذه الطاولة، عن هذه الخشبة، هذا الإنسان يده هذا العضو متصل به ليس منفصلا عنه، هذا الإنسان مخلوق وهذه الطاولة مخلوقة وهذا العضو مخلوق، فلا يقال عن الله تبارك وتعالى هو داخل العالم أو هو خارج العالم، هذه أيضا المشبهة يعبثون بهذا الكلام يذكرونه لبعض الناس حتى يوقعوهم في التشبيه، يقولون لهم الشيء إما أن يكون متصلا أو أن يكون منفصلا أو أن يكون داخلا أو أن يكون خارجا، فماذا تقولون عن الله؟ هل تقولون هو خارج العالم أم هو داخل العالم؟ المتعلم الذي عرف العقيدة يقال الله كان موجودا قبل وجود العالم، ولا يقال عنه كان داخل العالم أو خارج العالم، وبعد أن خلق العالم لم يزل كما كان، فلا يقال هو داخل العالم ولا يقال هو خارج العالم، إنما يستعملون هذه التعابير المشبهة، يسألون الإنسان هذا السؤال، يقولون له الشيء إما أن يكون خارجا أو داخلا، ماذا تقول عن الله؟ الذي لم يتعلم قد يقع، أما الذي تعلم ماذا يقول؟ الله كان موجودا قبل وجود العالم، ويقال عنه كان موجودا ولا يقال كان خارج العالم ولا داخل العالم، وبعد أن خلق العالم لم يزل كما كان، لا يقال عنه صار داخله أو صار خارجه، لأن هذا الوصف يوصف به الجرم، يوصف به الحجم، نحن الآن أين موجودون؟ في داخل هذا المسجد، نحن جرم،
إذا خرجنا منه صرنا خارج المسجد، نحن جرم حجم، يعني جرم يعني حجم، نحن جسم، نحن مركبون، نحن مخلوقون، نحن يقال عنا كنا خارج المسجد صرنا في داخل المسجد، خرجنا خارج المسجد صرنا خارجه. إذا واحد سألك لما تتعلمون هذا، الجواب كما قال العلماء، قالوا في الماضي في زمن بعض العلماء، في زمن مثلا الصحابة، الصحابة ما أخرجوا كل هذه العبارات التي تكلم بها من بعدهم، لكنهم يعرفونها، هذا الكلام الذي أقوله يعرفه الصحابة. هل استعملوا مثل هذه التعابير؟ لا. لماذا؟ ما وجدوا حاجة لذلك. يقول العلماء كإنسان عنده سلاح في بيته، سلاح قوي في بيته، ما هجم عليه أحد من الكفار فما احتاج لإخراج السلاح، لكن عنده السلاح موجود. فالصحابة عندهم هذا العلم، والسلف الصالح عندهم هذا العلم، لكن ما دخلوا في كل هذه العبارات التفصيلية لماذا؟ ما وجدوا حاجة لذلك. نحن الآن نقول المشبهة المجسمة الوهابية، يأتون الشخص يقولون له أنت ماذا تقول؟ الله في داخل العالم أم هو في خارج العالم؟ ألا يحتاج الشخص الآن يتعلم الجواب حتى لا يقع في الكفر، حتى لا يقع في التشبيه؟ يحتاج. لذلك الآن تخرج هذه العبارات وتعلم للناس لحماية عقيدتهم من أن يقعوا في تشبيه الله بخلقه. لا. قد يسألك شخص كل هالعبارات التي تقولونها الآن قالها الصحابة أو قالها السلف الصالح أو قالها الإمام الفلاني أبو حنيفة أو أحمد أو الشافعي مثلا، ماذا يقال له؟ ما احتيج لذلك، فما قالوا عين هذه العبارات، لكن من حيث المعتقد هم على ذلك، وعندهم عبارات كثيرة تفيد ذلك، عندهم عبارات في تعابيرهم ما يفيد ذلك، لكن هذا التفصيل احتجنا إليه بسبب أحوال الناس اليوم حتى نحمي عقائدهم. يعني لماذا أنا أتكلم كل مدة كما تلاحظون من قال كذا من لفظ الكفر فإنه يكفر بالنص عليه حتى يعلم أن هذا كفر؟ لأن بعض الناس لا يعرفون. لو قلت الله منزه عن الظلم، بعض الناس لا يفهمون أنهم إن قالوا يا رب ليش عم تعمل فينا هيك فهذا كفر، يا رب ليش سويت فينا هيك فهذا كفر، لا يعرفون. لو قلت لهم الله منزه عن الظلم، الله لا يوصف بالظلم، مستحيل الظلم على الله شرعا وعقلا، لا يفهمون إلا أن ينص لهم وتقال لهم العبارات حتى يعرفوا أن هذه العبارة، أن هذه الكلمة هي كفر، لحمايتهم، لحفظهم من أن يقعوا في الكفريات. والله جل وعلا ليس بحادث، أي ليس مخلوقا، نفى ذلك عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء. فهذه الآية قلنا هي أوضح وأصرح آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق، ليس كمثله شيء. ابن تيمية الذي الوهابية تسميه شيخ الإسلام، وهو لا يسمى شيخ الإسلام، له رسالة تسمى الرسالة الحموية، يقول فيها إن الله على العرش حقيقة ومعنا حقيقة. هذا من أصرح الكفر، من أصرح التجسيم، يقول إن الله على العرش حقيقة. ما معنى حقيقة؟ يعني بالذات. ومعنا حقيقة، ما معنى معنا حقيقة؟ يعني بالذات، يعني كقول سيد قطف ومعنا على الحقيقة ليس على الكناية والمجاز. وكل أهل التفسير قالوا هذه الآية مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء. شوفوا سؤال ابن تيمية، موجود النص، موجود في كتابه الرسالة الحموية، مع أنه قال في بعض رسائله في رسالة أخرى، يقول ابن تيمية أحمد بن تيمية الحراني، يقول إن الله بقدر العرش لا أصغر ولا أكبر، يقول إن الله بقدر العرش لا أصغر ولا أكبر. وفي هذه الرسالة الحموية يقول الله حقيقة على العرش، ويقول الله معنا حقيقة، والعياذ بالله من الكفر. لأن بعض الناس بيقولوا ليش بتحكوا على ابن تيمية الذي يقول هذا الكلام، ألا يحذر منه؟ يجب أن يحذر منه. وبعض الجهال ماذا يقولون؟ يا أخي ما مات الزلمة سنة 728 للهجرة، ليش بعدكم عم تحكوا عليه؟ هذا الرجل مات و
ولم يعد له ذكر عند الناس، أم مات وله ذكر بين الناس وله مؤلفات؟ من أين أتينا بهذا؟ نحن ما شفنا ابن تيمية ولا اجتمعنا به ولا تكلمنا معه، من أين جئنا بهذا؟ من كتبه التي طبعها أهل السنة، من شأنهم لا يطبعون كتب المشبهة. من طبع هذه الكتب؟ أحبابه، أنصاره، أحبابه الذين يؤيدونه ويعتقدون فيه. يعني إذا واحد قال بركي هذا تحريف نسب إليه ما لم يقله، هو الذي طبع هذه الكتب جماعته الذين يحبونه، يعني الذين يعتبرونه شيخ الإسلام بزعمهم، فهو قائل بهذا الكلام المتناقض. فإذا واحد قال لك أين الغلط في هذا الكلام الذي قاله ابن تيمية؟ كذب قول الله تعالى ليس كمثله شيء، لأنه يقول على العرش حقيقة ومعنى حقيقة والعياذ بالله، ويقول عن الله تبارك وتعالى، انظروا التناقض في كلامه، الله يقول الله بقدر العرش لا أصغر ولا أكبر، يعني يساوي العرش. العرش العلماء يقولون سرير له أربع قوائم، الذي يكون بقدره ماذا يكون؟ يكون حجما كهذا السرير الذي هو بقدره كما قال هو والعياذ بالله. ولا يوصف الله تعالى بالكبر حجما ولا بالصغر، لأن الله لا يجوز أن يوصف بأوصاف المخلوقين. لاحظوا العبارة بالكبر حجما، ولا يوصف الله تعالى بالكبر حجما ولا بالصغر. انظروا إلى الحاشية، فقولنا الله أكبر معناه أكبر من كل كبير قدرا ودرجة وقوة وعلما لا امتدادا، لأن الذي هو كبير امتدادا مخلوق له حجم، والذي له حجم لا يكون إلها. وهذا مراد السلف بقولهم في الآيات المتشابهة أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه النصوص المتشابهة، الآيات المتشابهة، آمنوا بها لكن نزه الله عن صفات المخلوقين. بلا كيف أي مع تنزيه الله عن صفات المخلوقين. ليس معناه أن له كيفية ليست معلومة لنا، يعني الذي له كيفية إن كانت معلومة لنا أو غير معلومة لنا يكون مخلوقا. فليس معنى قول السلف بلا كيفية أن له كيفية لكن نحن لا نعلم هذه الكيفية. وليس موافقا للسلف من يقول بناء على ذلك، يعني بناء على قول السلف، استواء الله تعالى على العرش جلوس ولكن لا نعلم كيفية ذلك الجلوس. هذا كفر والعياذ بالله. الذي يجعل يقول إن استواء الله على العرش جلوس هذا كفر، لأن الجلوس لا يكون إلا من المخلوق، لا يكون إلا ممن له نصف أعلى ونصف أسفل من المركب، يعني إلا ممن له ألية وركبة تنثني. كل هذا لا يجوز على الله. وصف الله بالجلوس كفر، وصف الله بالقعود كفر، وصف الله بالاستقرار كفر، وصف الله بالحركة كفر، وصف الله بالسكون كفر. لماذا؟ لأنه تكذيب للآية ليس كمثله شيء. العلماء، كل علماء أهل السنة، الإمام أحمد، ذنون المصري، وكل علماء أهل السنة يقولون مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. الإنسان إذا أراد أن يتصور شيئا كيف يفعل؟ يقيس هذا الشيء الذي يريد أن يتصوره على ما ألفه. ما هو الذي ألفه هذا الإنسان؟ ما هي الأشياء التي ألفها؟ هذه المحسوسات، هذه المخلوقات. فإذا أراد أن يتصور، أراد أن يقيس، يقيس ما يتصوره على الحادثات، على المخلوقات، فيكون وصف هذا الشيء الذي يتصوره بأوصاف المخلوقين. إن كان أراد أن يتصور مخلوقا لا يضر عقيدته. إذا قال أريد أن أتصور مخلوقا لم أره، هل رأينا العرش نحن؟ لا. فإذا واحد قال سمعت أن العلماء يقولون العرش سرير ضخم له أربع قوائم، فصار يتصور جسما ضخما له أربع قوائم، هل يضره من حيث الاعتقاد؟ لا، العرش مخلوق، العرش مخلوق. قد هذا الذي حاول أن يتصوره قد يصيب في تصوره، الله أعلم.
وقد يخطئ، لكن هل عليه خطأ في العقيدة؟ ليس عليه خطأ. كل واحد منا عادة من شأنه إذا حدث عن الجنة عادة يعني يحاول أن يتصور هذه الجنة التي يتكلم له عنها، فإذا أراد أن يتصور كيف يتصور؟ يقيس، يعني إذا قيل له أنهار في الجنة هو ماذا رأى؟ رأى أنهار الجنة، رأى أنهار الأرض، فماذا يحاول أن يفعل؟ أن يقيس هذا الذي يحدث عنه أنهار الجنة على ما هو عرفه، فيبلش هو يتصور، يبدأ بالتصور هل عليه خطر في عقيدته؟ لا، لأن الجنة مخلوقة، فقد يصيب في تصوره وقد لا يصيب، قد يخطئ لكن ما عليه ضرر في العقيدة. أما إذا قيل له الله موجود لا كالموجودات، ليس له أن يقول أريد أن أتصور الله، لأن الله ليس شيئا متصورا، ليس شيئا يتمثل في القلب. واضح؟ فضوا هذه الجملة، الله ليس شيئا يتمثل في القلب. الشيء الذي يتصور الذي يتمثل في القلب هذا يكون من المخلوقات، الله ليس شيئا متصورا وليس شيئا متمثلا في القلب، ولا تطلب معرفته بالتصور والتوهم، تطلب معرفته بمعرفة ما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه، هكذا تطلب معرفة الله. هذا الذي ينبغي أن يعلم للناس، لأن الإنسان من شأنه إذا حدث عن شيء ولو كان غريبا لم يره من قبل يحاول عادة أن يتصور هذا الشيء، وإذا أراد أن يتصور إنما يتصور بالقياس، بالقياس على أي شيء؟ على المحسوسات، على المخلوقات التي هو رآها وآلفها. لذلك العلماء يحذرون، يقولون لا يجوز أن يقول الإنسان أريد أن أتصور ربي، لا يجوز أن يقول ذلك، لأن الله ليس شيئا متصورا. فهذه الكلمة من جواهر العقيدة، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، أي شيء تتصوره في بالك فهو أيش؟ مخلوق، والله ليس كذلك. أي شيء تتصوره في بالك فهو مخلوق والله ليس كذلك. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا فكرة في الرب. فضوا هذا الحديث، رواه أبو القاسم الأنصاري، قال عليه الصلاة والسلام لا فكرة في الرب، يعني ممنوع أن يحاول الإنسان أن يتصور الله، يقول أريد أن أتصور الله، لأن الله ليس شيئا متصورا. كذلك ما قاله الأئمة أخذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى قال وأن إلى ربك المنتهى، قال أبي بن كعب إليه ينتهي فكر من تفكر، قال أبي بن كعب إليه ينتهي فكر من تفكر، معناه تصورات العباد لا تصل إليه، أفكار العباد لا تصل إليه. وهذا أيضا رواه أبو القاسم الأنصاري. أبي بن كعب هو أبو المنذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي، أي أقرأكم للقرآن أبي بن كعب، هذا الصحابي الجليل قال إليه ينتهي فكر من تفكر. المؤلف المصنف شيخنا رحمه الله قال إليه تنتهي أفكار العباد فلا تصل إليه. وأن إلى ربك المنتهى، أيضا احفظوا هذه الجملة عظيمة جدا، قال إليه تنتهي أفكار العباد فلا تصل إليه، إليه تنتهي أفكار العباد فلا تصل إليه، كما قال أبي بن كعب إليه ينتهي فكر من تفكر، يعني الله معرفته لا تطلب بالتصور. إذا واحد قال لك من أين هذه العبارة؟ من كلام هؤلاء الأكابر. الله تعالى معرفته لا تطلب بالتصور. حفظتم ما قال أبي بن كعب؟ قولوا قال أبي بن كعب إليه ينتهي فكر من تفكر. عرفتم في شرح أي آية؟ وأن إلى ربك المنتهى. ولا يوصف الله تعالى بالكبر حجما ولا بالصغر ولا بالطول ولا بالقصر، لأنه مخالف للحوادث، هذه الصفة المخالفة للحوادث
يسميها العلماء من الصفات السلبية، يعني فيها نفي ما لا يليق بالله، المخالفة للحوادث. معنى المخالفة عدم المشابهة، الحوادث المخلوقات، المخالفة للحوادث معناها أن الله لا يشبه شيئا من المخلوقات. هذه من الصفات 13 التي تجب معرفتها، ويجب طرد كل فكرة عن الأذهان تفضي تؤدي توصل إلى تقدير الله تعالى وتحديده، أي وصفه بأن له حدا، أي حجما، أي كمية، لأن هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. كان اليهود قد نسبوا إلى الله تعالى التعب، واليهود كفار، عقيدتهم فاسدة، يشبهون الله تعالى بخلقه، وقسم منهم يعبدون عزيرا الذي كان من الأولياء. كان اليهود قد نسبوا إلى الله تعالى التعب، فقالوا إنه بعد خلق السماوات والأرض استراح فاستلقى على قفاه، وقولهم هذا كفر. من يقول الله يتعب يكفر، من يقول الله استراح معناه تعب، من يقول الله يعمل بالجوارح شبه الله بخلقه، هذا لا يكون مسلما. هذه عقيدة اليهود، يقولون بعد أن خلق السماوات والأرض تعب والعياذ بالله فاستلقى على قفاه في يوم السبت، يقولون استلقى على قفاه ليستريح، والله تعالى منزه عن ذلك وعن الانفعال كالإحساس بالتعب والآلام. لا يقال الله بحس فينا، كثير من العوام يقولون الله حاسس فينا، هذا الإحساس من صفات المخلوقين، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذه احفظوها أيضا، قالها الإمام أبو جعفر الطحاوي، حتى تعلم الناس، يعني حين تريد أن تنكر هذا المنكر على بعض الناس، إن أتيت بنص من القرآن، بنص من كلام السلف الصالح، قد يكون هذا يعني أقرب إلى أن يقبل منك، فقل له قال الإمام أبو جعفر الطحاوي ومن وصف الله بمعنى، بمعنى يعني بصفة من صفات البشر، من معاني البشر، فقد كفر. هذا الإحساس من صفات البشر، كثير من العوام بيقولوا الله حاسس فينا، أو بيقولوا الله حاسس باللي فينا. لا يقال حاسس، يقال الله عالم بنا، يعلم ما بنا، يعلم بأحوالنا، مطلع علينا. في عبارات كثيرة يا أحبابنا، لماذا يستعمل هذا اللفظ الذي هو يستعمل في حق المخلوق ولا يستعمل في حق الخالق؟ العبارة التي هي ممنوعة شرعا أن تطلق على الله لا نطلقها على الله تبارك وتعالى، كقول بعض العوام أحيانا على زعم يريدون تعليم الطفل، يقولون له ما تعمل هيك الله بيزعل منا، شو ما هذه الكلمة، يقولون الله بيزعل منا والعياذ بالله. يقال مثلا عن شيء لا يحبه الله، هذا الأمر لا يحبه الله، إذا آذى أمه مثلا نقول له هذا أمر لا يحبه الله، الله نهى عن إيذاء الأم والأب. لا يقال له إن فعلت كذا، على زعمهم أنه نكلمه بقدر عقله، شو نكلمه بقدر عقله، نحرف شرع الله، لا، ليس مسموحا بذلك. فبعض الناس بيقول لك عم بحكي على قدر عقله، عد فهمته من صغره، علمه الصواب. الإمام الشافعي متى تعلم الحق وهو صغير؟ سيدنا علي متى تعلم الحق وهو صغير؟ ابن عباس متى تعلم الحق وهو صغير؟ فتعلم العبارات الصحيحة وهو صغير، إذا علمته من الصغر ينشأ على هذا الحق، لما تنشئه على شيء فاسد؟ وأليس بعض العوام في بلادنا يقولون للصغير ما تعمل هيك الله بيخنقك؟ أعوذ بالله من الجهل والفساد. لا يقال، من صغري كنت أسمع من بعض أهل بلادنا يقولون هذه العبارة، بيقولون الله بيخنقك إذا عملت هيك. ماذا يتصور الطفل؟ أن الله جسم كبير وأنه يقوم بخنقه والعياذ بالله بالجوارح والأعضاء يعني، وهذا لا يجوز على الله، وليس عذرا لهم أنهم يريدون أن يعلموا الطفل، يعلم الطفل الصواب من صغره. أليس كانوا يحفظون القرآن في الصغر وهم صغار، وفيه الكلمات الفصيحة، أفصح اللغة موجودة في القرآن الكريم، أعلى لغة موجودة في القرآن الكريم، وكانوا يحفظون ذلك من الصغر. العلماء يقولون يبدأ للصغير بالحفظ ثم تتكشف له المعاني شيئا فشيئا،
ليس شرطا أن يكون فاهما لكل كلمة يحفظها. يعني من حفظ القرآن عمره 6 سنوات، وجد في السلف الصالح من حفظ القرآن عمره 6 سنوات و5 سنوات و7 سنوات، طب هذا يكون فهم كل القرآن لما حفظه؟ لا لا، ليس معناه أنه عرف معنى كل كلمة، لكن في الأول حفظ، وهذا شيء حسن. يحفظ ثم تتكشف له المعاني شيئا فشيئا. من الصغر علموهم على اللفظ الصحيح. ليش أولادنا يا أحبابنا، وهذا شرف لنا، لا يقولون لشخص يسمى عبد الله تعال يا عبد الله؟ ليش؟ لأنهم تعلموا من صغرهم أن الله ليس من أسمائه الله، لفظ الجلالة الله، فتعلموا من صغرهم يقولون عبد الله. وإن استهزأ بنا بعض الناس لجهلهم استهزأوا بنا، أليس المشركون استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لجهلهم وقلة فهمهم وفسادهم وتكبرهم؟ هم خاسرون والرسول رابح والمؤمن المتمسك بالدين رابح، ومن استهزأ به هو الخاسر. لو استهزأوا، نحن لا نقول الحمد لله مناح، نقول الحمد لله بخير أو مناح، فينا نقول مناح يعني عم نقول على كلمة لله، لا نقول الحمد لله. بعض الناس في بلادنا بيقولوا الحمد لله، أكثر الناس بيقولوا الحمد لله، بيقولوا بسم الله، كمان بيقلدوا بعض المصريين بيقولوا يلا بسم الله. لا يوجد من أسماء الله إلا بسم الله، الحمد لله، الله، عبد الله، ننطق باللفظ صحيحا. وهذا أمر حسن الذي نفعله يا أحبابنا، هذا ليس كما يدعون أنه تزمت يعني وتعقيد، لا ليس تزمتا كما هم يريدون وليس تعقيدا. نقول عبد الرزاق، ما نقول عبد الرزاء، هذا لفظ فاسد غير صحيح، لا يجوز تحريف لفظ الجلالة، تحريف اسم الله حرام. نحن منعلم الناس هذا الشيء شفقة عليهم ورحمة بهم وحبا بالخير لهم، هذا ما اسمه تعييد يا أحبابنا، هذا تمسك بالدين على الوجه الصحيح. لكن هم جهلوا، ابتعدوا من العلم، فصاروا يظنون الصواب فسادا لجهلهم وبعدهم عن علم الدين. الشيء الذي هو حق يظنونه ليس حقا، الشيء الباطل يظنون أن هذا الباطل هو صواب، ويعترضون علينا بدل أن يؤيدون في الحق الذي نعلم، من جهلهم يعترضون علينا. والله تعالى منزه عن ذلك وعن الانفعال كالإحساس بالتعب والآلام واللذات، فالذي تلحقه هذه الأحوال يجب أن يكون حادثا مخلوقا. الذي يشعر باللذة يشعر بالألم، هذا مخلوق، هذا مخلوق، هذا متغير. يعني إذا واحد قال لك كيف عرفت أنه مخلوق؟ لأنه متغير، انفعل صار به لذة، صار به ألم، صار فيه انزعاج، هذا من صفات المخلوقين. الله خلق المخلوقين وخلق صفات المخلوقين، لا يجوز أن يكون كالمخلوقين ولا يجوز أن تكون صفاته كصفات المخلوقين. وهذا يستحيل على الله تعالى، يعني أن يوصف بالانفعال باللذة، هذا مستحيل على الله تبارك وتعالى. لذلك نحن ماذا نقول؟ غضب الله ليس انفعالا ورضا الله ليس انفعالا. ليش؟ لأن الناس إذا سمعوا كلمة غضب يتبادر إلى أذهانهم الغضب الذي يعرفون من أنفسهم. ما هو الغضب الذي نعرفه من أنفسنا؟ الانفعال. ما بيقول دمي عم يغلي، دمي عم بيفور، هذا ما معناه انفعال. هذا من الذي يجوز عليه هذا؟ المخلوق. دمي عم بيغلي، دمي عم بيفور، ايه دمه عم بيفور صحيح، بس في حق من هذا؟ في حق المخلوق. لا يقال عن الله غضبه انفعال، ولا يقال عن الله إن رضاه انفعال. الانفعال إنما يكون للمخلوق. نحن حين نرضى عن شخص نشعر بهدوء قلب ناحية هذا الشخص، لما نراه نشعر بسرور، نشعر بهدوء نفس حين نرى هذا الإنسان الذي نميل إليه، الذي نحن راضون عنه. وإلا لماذا يقول العوام فار دمي؟ لأنه يشعر بفوران الدم، هو هكذا. طب هذا انفعال يا أحبابنا. لا يقال عن الله غضبه انفعال ولا رضاه انفعال. الذين ينتقدوننا، ينتقدون المؤلف رحمه الله، وجدوا في بعض عباراته ماذا يقول في الدليل القويم، فتبين أن رضا الله
وغضب الله ليس انفعالا. فماذا كتب هذا الذي على زعمه ينتقد؟ قال الشيخ عبد الله، يريد الشيخ عبد الله، قال الشيخ ينفي صفتي الرضا والغضب عن الله. هو ما هو الذي نفاه؟ نفى الانفعال عن الله تبارك وتعالى. نحن نثبت الصفة لله تعالى لكن على ما يليق بالله تعالى، ليس على المعنى الذي في المخلوقين، في الإنسان، في الملك، في الجن، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. فإذا نحن ننفي أن تكون صفة الله كصفة المخلوق. غضب الله تعالى إرادته الانتقام، رضا الله تعالى، رضا الله تعالى إرادته الإنعام، ليس انفعالا. الانفعال إنما يجوز في حق المخلوق. هذه الكلمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله التي هي من الذكر والتي نبدأ بها الصلاة، الله أكبر، ما معناها؟ ليس معناها أن الله كبير من حيث الحجم، من حيث الامتداد. بعض العوام إذا رأوا شيئا كبيرا ممتدا ماذا يقولون؟ والعياذ بالله، يقولون الله أكبر، شو كبير يا الشغلة اللي شفتها، أو هالملعب شو كبير. على زعمهم يمدون هذا الحرف، يقولون الله أكبر، فيجعلون ألفا بين الباء والراء. الأكبر جمع كبر، الكبر هو الطبل والعياذ بالله. فالذي يقول الله أكبر معنى كلامه الله طبول والعياذ بالله. فيجب أن ينهى عن هذه الكلمة، عن قولهم الله أكبر بالألف. وكم وكم من الناس يقولها في بلادنا، يمكن لا يوجد واحد منكم إلا وسمع بعض الناس يقول هذه الكلمة على هذا الوجه الفاسد. لا يجوز السكوت عن هذا. لو كانوا لا يفهمون المعنى الفاسد، إذا واحد قال لك يا أخي العوام ما بيفهموا المعنى الفاسد، نقول له لم يكفروا الذين لا يفهمون المعنى الفاسد، لكن لا يجوز لهم ذلك. وإن نبهوا وعلموا المعنى وعرفوه وقالوها بعد ذلك متذكرين المعنى الفاسد كفروا. الذي يقول الله أكبر يعني الله طبول والعياذ بالله، الطبل الكبير يقال له كبر وجمعه أكبر. فالذي يسمي الله تعالى بهذا يكفر. فهذا العامي الذي قالها ولا يفهم المعنى الفاسد لا نكفره، لكن ماذا نقول؟ لا يجوز له ذلك. فإذا واحد قال لك ليش لا يجوز وهو لا يفهم المعنى الفاسد، الجواب بأن الله تعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة نقولها يسجلها ملك الحسنات، رقيب يسجل الحسنات، عتيد يسجل السيئات، وواحد منهما إما هذا وإما هذا يسجل المباحات. المباح لا نحاسب عليه، كأن تقول مثلا لزوجتك اعملي لنا الشاي أو اطبخي لنا البرغل، أو هذا كلام مباح. الحسنات لك، تكتب لك، السيئات عليك، الله يعفو عنا، الله يغفر لنا جميعا. لكن كل كلمة نقولها تسجل. فإذا واحد قال لك بركي قلت هذه الكلمة في بيت الخلاء والملائكة لا يدخلون بيوت الخلاء، الله تعالى يعلمهم ماذا قلت، ماذا اعتقدت، ماذا فعلت، فيكتبون. يعني إن اعتقدت شيئا في بيت الخلاء، إن قلت شيئا في بيت الخلاء، إن فعلت شيئا في بيت الخلاء، الملائكة الله يطلعهم على ذلك فيكتبون ما حصل منك من قول، من فعل، من اعتقاد. إذا كان واحد اعتقد اعتقادا فاسدا وهو في بيت الخلاء، الملائكة يطلعون على ذلك يسجلون. إذا قال كلمة فاسدة يسجلون، إذا فعل فعلا محرما يسجلون. حتى ما واحد يظن يقول سمعت أن الملائكة لا تدخل بيت الخلاء، فإذا إذا واحد قال شيئا في بيت الخلاء أو فعل شيئا في بيت الخلاء، الله يطلعهم على ما فعل، على ما قال، على ما اعتقد. فكل كلمة تسجل، إما أن تكون لك وإما أن تكون عليك، أو أن تكون هذه الكلمة مباحة. لماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليك بطول الصمت إلا من خير؟ لأن أكثر الخطايا سببها هذا اللسان. من أجل هذا الرسول نبه عليك بطول الصمت إلا من خير، معناه الخير تكلم به ما تشاء، الذكر اذكر الله ما تشاء ذكرا صحيحا، أما ما ليس خيرا أمسك لسانك عنه، خير لك. هكذا يقول الرسول
صلى الله عليه وسلم قال: فإنه، أي هذا إطالة الصمت، مطردة للشيطان عنك وعون لك على دينك. يعني إذا كنت طويل الصمت الشيطان ينزعج منك، يبتعد منك، لأن الشيطان يقول: الشخص الذي يكثر الكلام يسهل علي إيقاعه في الغلط. هلأ يكثر الشات، هلأ لأن أكثر الناس ما عادوا يتكلمون كثيرا، إنما يستعملون التليفون كثيرا، يكتبون. الكتابة مثل النطق، هذه الكتابة مثل النطق في يعني بعض الأحكام، فكأنه يتكلم، يعني هذا الذي يكتب كأنه يتكلم. فهم بدل أن يتكلموا ماذا صاروا يفعلون؟ يكتبون. فإن كتب معصية، اغتاب شخصا، يكتب عليه، ليس فقط ما يقول وما يفعل. وإن كتب شيئا حسنا، درس عقيدة، وأرسله إلى إنسان حتى يقرأ هذا الدرس، له أجر، له ثواب. إن كتب نصيحة له ثواب. لكن الواقع أكثر الناس في أي شيء يستعملون التليفون في طاعة الله، لا، إما في إضاعة الوقت وإما في المعاصي، هذا حال أكثر الناس. فبدل الكلام صاروا يستغنون عنه بهذا، لكن يسجل. حتى ما يجي على بال واحد يقول لي: أنا لا أتكلم كثيرا، أكتب كثيرا. يعني إن كنت تكتب، كتبت حسنة، شيئا حسنا لك ثواب على ذلك، شيئا سيئا يكتب عليك. أما إذا عملت خيرا، نصيحة، يكتب لك هذا. فانتبهوا، أكثر الخطايا سببها اللسان، أكثر المعاصي من اللسان، أكثر ما يستعمل كان يعني عند الناس قبل هذا التليفون اللسان، وأكثر الذنوب تكون من اللسان، وأكثر الكفر من اللسان. عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك. انصحوا يا أحبابنا الموسوسين الذين يقولون لك: عندي وسواس، عندي وسواس. قل له: الدواء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا من خير. أكثر من ذكر الله: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الذي عنده وسواس يقول هذه 1000 مرة، بإذن الله يذهب عنه الوسواس. هذه تنفع لأشياء كثيرة، للرزق، لإبعاد الكرب. إذا واحد مكروب يكرر هذه، إذا واحد رزقه قليل يكرر هذه، إذا خاف عدوا يكرر هذه، وقبل الدخول على العدو يقولها 2 مرات هذا الذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحفظ من أذاه بإذن الله. كلمة سهلة: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، سهلة جدا. فقل له: الدواء هنا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول: إنك ما تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. أنت ساكت لا يكتب عليك أنك تكلمت، لأنك ساكت لا تتكلم. فإذا تكلمت كتب لك إن كان حسنا، أو عليك إن كان سيئا. فأنت انظر، يعني كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قاله ليعمل به، فاعملوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى وعون لك على دينك أو على أمر دينك، يصح أن تقول على دينك أو على أمر دينك، يعني إن قلت هذا صحيح وإن قلت هذا صحيح. يعني إذا واحد أكثر من الصمت يعينه ذلك على تقوى الله، هذا معنى وعون لك على أمر دينك أو على دينك، أي إذا أطلت الصمت فإن هذا مما يعينك على تقوى الله، أي مما يعينك على أن تكون مؤديا للواجبات مجتنبا للمحرمات. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.